ماشي زكريا. اليوم جينا عند السي زكريا باش نشوفوا الشباكيه الزلابيه، حنا كنقولوا الزلابيه ولكن في الغرب كيقولوا لها الشباكيه. فبغينا نتعرفوا على المكونات ديالها والانواع ديالها والاثمنه ديالها وكيفاش كطيب كيفاش كتصاوب، كل شيء هذا الشيء بغينا نتعرفوا عليه مع السي زكريا. فبغينا السي زكريا تعرفنا على الانواع بعدا هما الاولى. كاين انت ثلاثه نتاع الشكالات. واه ثاني اسمح لي، كاينه هذه هنا في تاولات كيقولوا لها الشباكيه. هذه هي الشباكية، هي معروفة بالقريوش، هذه شي حاجة فتية. كاينة هذه البنانة على الشكل هذا، هذه البنانة بنانة نفس الثمن. هي وهذيك نفس الثمن. هذه كاينة هذه الشباكية تاع المحقول، هي نفس الثمن معاهم؟ نفس الثمن. واه صافي، هادو هما ثلاثة الأنواع اللي كاينين؟ الأشكال اللي كنخدموهم. دابا السي زكريا بغينا ندخلو تورينا كيفاش كدير الطيب وكيفاش كدير التصاوب والمكونات وكذا. واه زيد تفضل. تحياتي. مرحبا. بسم الله. دابا واش قلت لي على هادي؟ هادي دابا قليل اللي كيخدمها، ما بقاوش الناس كاع اللي كانوا يخدموها. يعني انت من الاشخاص الوحيدين في توريط اللي كيخدم هذا اللي باقي يخدم هذه؟ نعم. واه تحياتي. الله يبارك. سيبو تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. قول لي دابا هاد المرحله كتسمى هذه دابا؟ هذه كتسمى صنع الشباكيه تراب. تراب. واه كنقول لك الوضع تاعنا باش كتكرس كنديروها في الصورة. كترقى. كترقى. واه باش ما تبقاش في هذا باش كتشرب العسل. الحاجة اللي تبغى سولتك عليها هي ديال المكونات ديالك. واه المكونات عندك الدقيق فورس بروميير. فورس بروميير مزيان. كنديرو التوابل زيد ديك البسباس حبة حلاوة زنجبيل فوق وقرفة هادشي اللي كاين. كنديرو معاهم الزبدة مارغارين كدو الزيت. كنديرو تريكل المكونات كدير على حساب العجلة تاع على حساب الوقت حل يعني شحال ما عندك تاع الطحين عينك ميزان. واه من بعد كنبلبلوها مع الزيت. من بعد كتجي من بعد كتجي المرحلة تاع العجين بالماء كنعجنوها بالماء. من بعد ما كنعجلوها كنديروها في البيكات على شكل بريصاص. واه على شكل بريصاص على شكل كترقد شوية وكتساعد حتى في الخدمة. واه وتفوت عليها بالدلة. كتفوت عليها بالدلة كتورقها على شكل دابا ملي ساليت المرحلة ديال دابا نقطع. يلا سير الله. شحال كدير فيها المربع؟ شحال كدير فيه؟ شحال ناظر تفوت ستة ماكسيمو التالي ستة. دابا انت ساري التشراط شنو كدير؟ كتخ كنديرو جوج جوج فوق جوج وكنقلبو. ها ديرها بالسرعة البطيئة باش نشوفو كيفاش كدير. ها زوج زيد. ها زوج ويبقاو جوج في الوسط. بقاو جوج في الوسط. ها هي ها قلبها هكا وافتح. ها فين في البلاطو زيد فوق كتجي من مربع البلاطو كندوزوها ديريكت للمقلاة. من بعد كنتقلى. ها هي المقلاة صور المقلاة سير انت تما.
من بعد كدوز المرحله تاع الطياب صافي كتخليها كطيب كتقابلها يعني كتعطيها وقيتها نتاعها من بعد ما كتحمر كتقلب صافي من بعد ما كطيب كطفيها هنا في العسل صافي تصاوبها تما مليح وعاد باش كل حاجه نصوروها في تحياتي ليك دابا كي كتسمى هاد المرحله ديال القلي طياب شحال كتخليو هنا ديال الوقت دابا في المقلى حتى كتحمر وتقلبها باش طيب مزيان عاد كتخرجها وتحشيها في العسل تقريبا 10 دقائق 20 دقيقه وشحال ما قول لي ما نقدرش نقول لك ربع ساعة لا ما تحمر قولي عينك ميزانك وصافي دابا كما كنشوفو طابت ياك بدات تحمر دابا على ما نشوفوها ان شاء الله هاي دابا جات المرحلة ديال العسل ها هي كما كتشوفو كتصفى شوية من الزيت عاد كديرها في العسل كما كتشوفوا كتبقى هنا بزاف في العسل ولا غير دغيا دغيا تحيدوها؟ كتطيب المقلة أخرى تطيب المقلة أخرى ملي تبقى تقلب وداك الشيء وتبغي تخرجها عاوتاني كتخرج من هذه وتحطها في الكسكاس الكسكاس كيصفي العسل واه كتقطر العسل يعني باش تبقى تزابية بلا ما باش ما تبقاش عامرة بالعسل باش شادة ليها باش تشرب مزيان هكا والعسل خصها تكون شويه سخونه باش كتدخل فيها واخا ما كتدخلش لداخل هي كتشرب تحياتي سيدي سي زكريا هو بغى يتصبر علينا الله يحفظه باز عليه الله يعطينا الضواقه الله يحفظه باز عليه تحياتي ليك الله يخلف عليك اسيدي وي سيمو شي تحيه ولا شي كلمه اللي نختموا بها الله مرحبا عشركم مبروكه في الهدايا الاولى ومرحبا بالساكنه تاعنا الساوريرت والمحل راه كيتواجد في طريق العامر اللي بغى شي حاجه مرحبا يعني حاجه نقيه فطريه كما نقول زكريا طريق العامر الصحراوي الصحراوي مرحبا تحياتي لك شكرا